ولمتابعة هذه الجهود التي تبذلها كافة الأجهزة المعنية بخدمة قاصدي البيت الحرام، معنا مباشرة من المسجد الحرام مراسل الأخبار الزميل عبد الله العمري. عبد الله، مساء الخير. مساء النور، حياك الله عبد الله. عبد الله، لو تضعنا في صورة الاستعدادات لهذه الليلة المباركة وكذلك الجهود المبذولة في الحرم المكي الشريف. نعم، نتواصل معكم مشاهدي الكرام من المسجد الحرام بمكة المكرمة الذي شهد هذه الليلة كثافة عددية من ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين، والذين يفوق عددهم المليونين ونصف المليون مصل حسب بعض التقديرات. قدمت لهم كافة الخدمات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وبإشراف مباشر منه أيده الله، ونفذت الجهات المعنية والأجهزة الأمنية خطتها في مرحلتها الثالثة الخاصة بالعشر الأواخر من رمضان، والتي أخذت في عين الاعتبار الكثافة العددية التي يشهدها الحرم الشريف في الليالي الفردية، ومنها هذه الليلة، ليلة 27 من شهر رمضان المبارك، حيث تضافر على تنفيذ الخطة الأمنية بكافة القطاعات والأجهزة الأمنية المشاركة أكثر من 32 ألفا من رجال الأمن، وبث الأمن العام والدفاع المدني قبيل مغربي هذه الليلة عبر الأجهزة الذكية رسائل وجهت أو طالبت المصلين بالتوجه إلى توسعة الملك عبد الله، وفتحت وأرشدت المعتمرين للتوجه للمشايات المؤدية إلى صحن المطاف لأداء شعيرة الطواف، وقد أدى الجميع شعائرهم التعبدية بكل سهولة ويسر. حول جهود المديرية العامة للدفاع المدني، يسعدني أن أستضيف معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمر. مع الفريق، ما تقييمكم لما نفذ من الخطة حتى هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي الأخوة المشاهدين. الحقيقة الدولة تبذل جهود كبيرة في سبيل خدمة زوار بيت الله الحرام والمعتمرين. هناك جهود كبيرة تقوم فيها القطاعات الأمنية والخدمات والجهات الأخرى الخدمية، تقدم جهود كبيرة في سبيل خدمة زوار بيت الله الحرام وكذلك المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. المديرية العامة للدفاع المدني عدت خطة تضمنت كافة مهام ومسؤوليات المديرية العامة للدفاع المدني كأحد المنظومات التي تقوم بأعمال كبيرة في موسم العمرة في شهر رمضان، وكذلك المهام المنوطة بالجهات الأخرى التي هي تحت مظلة مجلس الدفاع المدني. إلى الآن نفذت الخطة والحمد لله بكل يسر وسهولة، وكافة الحوادث البسيطة التي وقعت هي في إطارها وفي نطاقها الطبيعي، ولم نسجل الحمد لله أي حوادث أو أي حالات طارئة نستطيع أن نذكرها من خلال هذا الموقف. الجانب الآخر أنه الدفاع المدني في الثلث الأخير من الخطة انتشار كبير في كافة الساحات الخارجية للمسجد الحرام وداخل المسجد، وكذا بالنسبة للمواقع الأخرى في المسجد النبوي الشريف، وكذلك في الطرق المؤدية من وإلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذا بالنسبة للمواقع والمداخل والمنافذ المملكة. لنا تواجد كبير لتأدية خدمات الدفاع المدني بالصورة وبالشكل السليم، سواء ما يتعلق في الجوانب الوقائية أو ما يتعلق في تقديم الخدمات للمعتمرين، سواء أعمال مكافحة إطفاء وإنقاذ عندما يقع أي حادث لا قدر الله، جميع الآليات والمعدات، وكذلك الدعم الكبير الذي يحظى به الدفاع المدني من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وما خصص كذلك ودعمت مكة المكرمة بأعداد كبيرة من القوى البشرية في سبيل التعامل مع أي حالة طارئة تقع في المسجد الحرام أو في مكة المكرمة أو في أي موقع من المواقع التي يتطلب الأمر تدخل الدفاع المدني بها.
مع الفريق شاهدنا رجال الدفاع المدني يؤدون الخدمات الإنسانية داخل الحرم الشريف وكذلك في الساحات، وهم يدفعون عربات العجزة وكبار السن، وكذلك تقديم بعض الإسعافات الأولية لمن يحتاجها. أبرز ما قدمه الدفاع المدني ويقدمه. هناك خدمات كثيرة حقيقة. أصلا عمل الدفاع المدني هو عمل إنساني في الدرجة الأولى، هو تقديم خدمات إنسانية لكافة المواطنين والزوار لمسجد للمسجد الحرام أو في أي موقع من مواقع أو أي مدينة أو أي محافظة أو في أي موقع مواقع المملكة العربية السعودية. لذلك خدمات الدفاع المدني عديدة وخدمات جليلة يفتخر فيها رجال الدفاع المدني ويقدمون هذه الخدمة لمواطنيهم، وبالتالي هناك أعمال كبيرة سواء ما يتعلق في إنقاذ أو تقديم الخدمات الإسعافية للمعتمرين. هناك إعياء أو بعض المعتمرين مع كثرة الحركة وكثرة الزحام أحيانا يصاب بنوع من الإجهاد والإعياء، وبالتالي نساعده في أن نوصل إلى نعطيه إسعافات أولية من خلال زملائنا القائمين في العمل الإسعافي في الهلال الأحمر في وزارة الصحة أو الجهات الأخرى الطبية. وإذا أعطيت له الإسعافات وطلب الأمر أنه يتنوم في المستشفى فيتنوم أو يخلى سبيله عندما تكون حالته الصحية لا يوجد على أي ملاحظة. شكرا معالي الفريق سليمان العامر مدير عام الدفاع المدني، وقد تحدث عن جهود جهاز الدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن. نعود إلى الزملاء في الاستديو لمتابعة ما تبقى من الأخبار، وإلى اللقاء. الزميل عبد الله العمري من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك.